The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. When God allows you to go through a storm, it is not to destroy you, it's to show you who He is on another dimension and level that you've never seen Him move before. Everybody, give God a praise for just a moment. Hallelujah. افتح معايا كتابك المقدس على سفر زكريا اصحاح اربعه، زكريا اربعه من عدد واحد فجاء الملاك ولاحظ جاء الملاك الذي كان يتكلم معي وايقظني كمن يوقظ من هو في نوم. لاحظ ملاك يتكلم، عدد خمسه فاجاب الملاك الذي كان يتكلم معي وقال لي الا تعلم ما هذه الامور؟ فقلت لا يا سيدي. آية سته فاجاب الملاك الملاك المرسل من الله أجاب وقال لي هذا هو كلام الرب لزربابل قائلا لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود من أنت أيها الجبل العظيم أمام زرباب تصير سهلا وسيخرج حجر الزاوية بتصفيق ويصرخون نعمة نعمة له بالإضافة إلى هذا جاء كلام الرب إلي قائلا يد زربابل وهذا ما يقوله الملاك له يد زربابل قد وضعت أساس هذا البيت ويداه تكملانه وستعلم أن رب الجنود أرسلني إليك وهذه الآية هي آية حديثنا لأنه من اصدر بيوم الأمور الصغيرة فأنهم سيفرحون ويرون الخيط في يد زربابل مع هؤلاء السبعة وهم عيون الرب التي تجول في الأرض كلها عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن هذه الآية المذهلة وهي واحدة من فصولي المفضلة في الكتاب المقدس زكريا أربعة وهي تعني الكثير لي كراعي لأن فيها واحدة من الوعود العظيمة اللي ساعدتنا في بناء هذه الكنيسه. كان زكريا اربعه موضوعنا وشعارنا والرب وضع شيء في روحي حول هذه الايه اللي قريناها وما ركزتش عليها بالطريقه دي من قبل لكن كنت كمان مركز على الاصحاح كله لاني دي ايات قويه جدا. زارو بابل ارسل من الرب ليبني الهيكل. كان الهيكل مدمر ومهدوم وتم إطلاق سراح زربابل بابل من الاسر اسر بابل ليعود الى الهيكل ويبني الجدران التي في المدينة ولما رجع ابتدأ الأمر بشكل رائع لكن زي ما بيقول في النص هنا كان الامر وكأنه جبل يقف امامه وضع الأساس وما فيش حاجة حصلت بدأ لكن الحلم والرؤية اللي الرب عطاهاله له توقفت والرب أرسل ملاك لي والملاك جه وقال له هكذا يقول الرب لك يا ذر بابل الجبل الذي هو أمامك الآن سوف يسويها الله بالأرض سيتحول من جبل عظيم هائل عالي لا يمكن أن تعبره ويتحول إلى طريق للمشي تستطيع ان تعبر فيه الى الوعد الذي اعطاك اياه الله وبعد كده حاجه مهمه قال يديك وضعت الاساس يا بابل الله بدا معك ويقول ويديك ايضا ستكمل هذا العمل لانه من ازدرى بيوم الامور الصغيره لا تحتقر هذا اليوم بعض الترجمات بتقول البدايات الصغيره هذا هو الملاك يتكلم عن الأمور الصغيرة يبدو أنها أمور صغيرة لا تزدري بها لا تزدري بالبداية الصغيرة لا تزدري بالعمل الصغير حتى وإن كان يبدو أن رؤيتك قليلة جدا تحت هنا إذا كنت أنت بتؤمن بأمور عظيمة في المستقبل فلا تزدري بالصغير وأنا بتكلم النهاردة عن هذا الملاك الذي يتكلم عن الأمور الصغيرة وعايز أسمي الوعظة حديث صغير من الملاك زروبابل كان في مأزق كان في مشروع بناء غير مكتمل الرب بعته عشان يبني الجدران والآن ما فيش أي حاجة بتحصل مضت عشر سنوات توقف العمال عن الحضور للعمل ورفعوا عليه قضايا يمكن تقرأ قصة وتشوف أنه كانت الحكومة قفلت المشروع اللي هم بيعملوه في ذلك الوقت وقادة الإقليم أغلقوا المشروع مرة بعد المرة وبدأ المشروع لكنه استمر غير مكتمل لأكثر من عشر سنوات أرسل الرب ملاك لقائد مكتئب شخص بدأ برؤية عظيمة ونجاح كبير والآن لا يحدث شيء لا يحدث أي تقدم فيما يعرف ذرو بابل أن الله قد دعا للقيام به والملاك يذهب إلى هذا القائد المكتئب بحديث صغير ويقول له خلينا أقول لك مفتاح هذه المعجزة كلها أنه لا تزدري بالأمور الصغيرة التي بدأها الله معك لأنه إذا الرب ابتدأ معك شيء فهو المخرج والمنفذ ولن يترك الموضوع كما هو حتى لو لم ترى أي شيء يحدث لمدة عشر سنوات في هذا المجال من حياتك الشيطان كان بيهمس في أذن ذر يقول له أنت فاشل كبير يجب أن تتخلّى عن هذه الرؤية تخلّى عن هذا الحلم تخلّى عن هذا الأمل والرجاء لأنه لن يحدث يقف في وسط شيء غير مكتمل مكتئب ما فيش حد جاي يساعده، الحماس للمشروع والرؤية قد تلاشى وانتهى، هل سبق ليك أنك شعرت بالإحباط في المكان اللي أنت فيه؟ أعني أنك عارف أنت رايح فين، لكن أنت مش فاهم ليه أنت في مكانك الحالي. هل تعتقد أننا وصلنا هنا فجأة والرب عطانا كل ده؟ هل عندك أي فكرة من 30 سنه فاتت ازاي كان الامر يبدو مستحيل ان نكون فيما وصلنا اليه اليوم كم مره همس العدو يقول لي ما تقدرش تعمل كده ما تقدرش تكمل انت مش كويس بصوره كافيه الكنيسه دي مش ممكن تعمل كده وفي تلك اللحظات كان هو ده الوقت اللي تحتاج فيه الى حديث صغير من الملاك لأن الله عادة ما لا يبدأ بالأشياء الكبيرة والعظيمة. هو بيقول أنا أريد أن أجد ناس يقدرون ولا يزدرون بيوم البدايات الصغيرة. الله دعاك الله أعطاك رؤية بدأها فيك والآن أنت محبط، لكن ها هو الملاك يأتي وقد أكون أنا هو هذا الملاك. ها هو الملاك يأتي بحديث صغير قال له ولو كملت قراية وأعتقد أن أنا قريتها بالفعل قال ماذا لديك في يدك فقال عندي خيط في إيدي وده اللي بيستخدموه البناء كل اللي عندي هو خيط فقال له كويس ده اللي أنا عايزه دلوقتي هذه هي البداية الصغيرة بمعنى آخر بس خليك ماسك الخط لما الرب يقول لك على حاجة لا تزدري بيوم البدايات الصغيرة أنا دعوتك أنا أرسلتك يدك بدأت ويدك ستكمل ليس بالقوة ليس بمواهبك وقدراتك واتصالاتك علاقاتك بل بروحي يقول الرب رب الجنود حسنا أعمل إيه تخرج وتفضل ماسك الخط بس امسك الخط اعمل اللي أنا قلت لك تعمله عشر سنين محدش جي يساعده ثم بيقول ثم خذ حجر الزاوية حجر الزاوية هو الحجر الأخير اللي تضعه لما يكتمل المشروع وقال اذهب وخذ حجر الزاوية كان أمر كبير في الوقت دوت وقال له ابدأ بالهتاف عند حجر الزاوية وأنا وعظت وعظة حول هذا الموضوع وكان وإحنا بنبني هذا المبنى وحتى ابني الصغير دريك ركب وقعد في حضني كان صغير قوي ساعتها وقعدنا على بلدوزر لما مشينا من المبنى القديم للمبنى ده الجديد وعصت وخرجنا وصرنا في الشارع وجينا لحد هنا وكرسنا هذا المبنى وكان عندنا بلدوزر وأنا ودريك ركبنا على البلدوزر كنت أتمنى لو سمحوا لي أن أنا أسوقه لكنه ما كانوش بيثقوا فيا أعمل كده وقعدنا عليه وكان شغال لكن ما سمحوا ليش أسوقه لكن الرب عطاني رسالة في وسط كل هذا قال لي يقول للناس إنهم في كل مرة يعدوا من جنب هذا المبنى يقولوا نعمة نعمة بمعنى إنه إن ما كانتش نعمة الله ستقوم بهذا يبقى انسى الموضوع إذا كان عندك حلم وهو أكبر مما تستطيع أن تعمله بدأ بشيء بشكل رائع ودلوقتي وصلت النقطة فيها الكثير من الأمور مش بتحصل بخصوص هذه الدعوة والحلم فسوف يتطلب الموضوع نعمه الله، توجد نعمه الله يعطيك اياها للقيام بالامور. احيانا بندور على امور كبيره، لكن هناك مجد كبير في الامور الصغيره اللي ممكن نعمه الله انها تقوم بها، وده اللي كان بيقوله الملاك. زارو بابل يقف هناك في وسط حلم غير مكتمل، عايز يستسلم، لكن عايز اقول لواحد النهارده بيسمعني النهارده انه الوقت غير مناسب للاستسلام والتراجع. تقول بس أنا في جحيم إذن لا تتوقف في الجحيم استمر للأمام حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أقف فيه لكني أتقدم عارفين الله يلاحظ روح التمسك فقط أخرج وامسك بالخط وقل له لن أتركك إن لم تباركني انها الامور الصغيره لا تحتقر وتزدري بيوم البدايات الصغيره يقول الكتاب في ميخا خمسه على وانت يا بيت لحم لست الصغرى انت صغيره جدا لكن الله كان عنده خطه كبيره لهذه البلده الصغيره المسمى بيت لحم داود ملك اسرائيل ولد في هذه المدينه ثم ايضا يسوع المسيح ولد في تلك المدينه كانت بدايتها صغيره، ماذا لو كانوا احتقروا هذه البدايه الصغيره؟ يوجد مجد في الامور الصغيره لما تكون يد الله عليها. يقول الكتاب: هل يمكن ان ياتي شيء صالح من الناصره؟ ده كان بيتقال ساعتها، كانت تعتبر اصغر واقل مكان في اسرائيل في ايام الكتاب المقدس، هل يمكن ان ياتي شيء صالح من هذا الجانب من المدينه؟ هل يمكن اي شيء كويس ممكن يجي من المنطقه دي؟ هل ممكن اي شيء كويس يجي من هذه العائله؟ لا تحتقر يوم الامور الصغيره. انه صغير لكنه محمل بالقيمه، كلمه استخفاف او استحقار تعني ان لا تقلل من قيمه المكان الذي انت فيه. يوسف تعلم ان لا يقلل من قيمه المكان الذي كان فيه. ولما القوه في البير ونزعوا عنه معطفه وباعوه كعبد في مصر يقول الكتاب المقدس انه لما وضعوه في بيت فوتيفار لم يحتقر يوم البدايات الصغيره لكنه عمل بجد حتى وضعه فوتيفار رئيس الجلادين في مصر على كل بيته ثم حتى عندما كذبت زوجه فوتيفار على يوسف والقوه في السجن لجريمه لم يرتكبها وخدم 17 سنه بسبب جريمة لم يرتكبها لم يستخف ويحتقر المكان الذي كان فيه لكن الكتاب يقول أنه كان يعمل ورأى رأى قيمة المكان الذي كان فيه ووضعه قائد السجن حافظ السجن على السجن بأكمله ويقول الكتاب المقدس لم يكن هناك شيء يتم عمله في السجن إلا عن طريق يوسف بمعنى انه اقدر اشوف انا دلوقتي في ذهني ان زنزانته كانت نظيفه جدا سريره كان مرتب ويمكن كان عنده فار صغير كان عاطيله حمام ومنضفه كويس ولما يقول له اقعد كان لازم يقعد انا مش عارف كان ايه الوضع لكن لكن ايا كان الوضع كان في اي مكان مثمر ممكن تكون انت واقف دلوقتي لكن حتى اذا كنت في السجن الله يعلم اين انت والله بدا شيء وهو سيكمله أنا الشعر أن أنا عايز أوعظ وبعد 17 سنة قال الرب بما أنك لم تقلل وتحتقر من قيمة الأشياء الصغيرة هاخدك في غضون 24 ساعة من السجن إلى الملك وستجلس على يمين الملك نظف عربيتك أمين ماذا عن الأمور الصغيرة يا أنا منتظر الله يديني بيت، لكن الشقة اللي أنت فيها أنت مش محافظ عليها نظيفة. عليك أنك تقدر المكان اللي أنت فيه، والله يرى هذه الأمور. خلينا نقرأ مع بعض لوقا 19 مثل الوزنات، أول خادم أعطي وزنة واحدة ويقول الكتاب نظر إليها وقال ده كل اللي اخده والكتاب بيقول انه بص عليها وقال ده شيء صغير قوي ده ما يشتري ليش حاجة انا مش هعمل حاجة بيها دي يا شيء صغير ده شيء قليل جدا هنتظر لحد ما اكسب اليانصيب نصيب واعمل بيه حاجة لكن دلوقتي ده شيء قليل ويقول الكتاب انه خبأها خبأ الوزنة الخادم الثاني اعطي وزنته واخدها واستثمرها وعمل بها ولم يستخف ويحتقر يوم البداية الصغيرة وخلي بالك يقول الكتاب أنه كان أمينا بالقليل قال الرب لأن كنت أمينا في القليل ويسوع يترجم الأمانة في القليل إلى الحكم في مملكة الله ووضعوا على عشر مدن لو استمريت في قراءة القصة وضعوا على عشر مدن لأنه كان أمينا في القليل ونظر إلى الرجل الذي لم يفعل شيء بما عنده لأنه كان قليل قوي وقال له أنت خادم شرير سأخذ ما عندك وأعطيه لهذا الرجل الذي استثمر ما عنده ولم يحتقر يوم الأمور الصغيرة لما تفهم ده عارفين الكتاب بيقول أن الله قال لصمويل اذهب امسح واحد من بيت يسا يكون ملك إسرائيل ويسا جاب كل أولاده كان عنده ثمان أولاد جابهم كلهم ما عدا داوود. كان السبعه شكلهم كانهم يعني من نسل ملكي. وبدا صمويل يصب الزيت عليهم واحد بعد الاخر لكن ولا واحد منهم نفع فقال له ما عندكش اولاد تانيين فقال له عندي ولد بره مع الغنم لكن انا ما اعتقدش انه ينفع لانه ده ولد صغير ده ولد طفل صغير فخلي بالك الله قال ايه وانا بحب اللي قاله الله هنا في مزمور 78 بيقول رأيت داود ولاحظته عندما كان يرعى الغنم والمرضعات قال الله أنا رأيت داود ولاحظته الله يلاحظ الأمور الصغيرة في مسيرتنا معه في حياتنا التي لا يراها الآخرين قال الله أول مرة لفت داود انتباهي كان لأنه كان لطيف مع المرضعات احببت جدا كيف حمل المرضعات واهتم بهم بكل اعتناء وقال الرب انت تظن اني لا ارى الامور الصغيره لكن انا الله الذي يلاحظ الامور الصغيره. الله لاحظ ايضا يشوع في خروج 33 11 لاول مره ذكر اسم يشوع ويقول الكتاب المقدس ان الشاب كان ينتظر عند باب الخيمه. كان يجلس عند باب الخيمه لما تنتهي خدمة الكنيسة كل أصدقائه قالوا خلينا نطلع نلعب ونتسلى لكن هذا الشاب يشوع قال الرب أنا لاحظت إزاي بيفضل قاعد قدام باب الخيمة أنا لاحظت إزاي هو بيتطوع أنا لاحظت إزاي بيركن العربيات ويساعد الناس وهم داخلين إذا احتاجوا حد إنه يكون في الأشرز أو في الترنيم دايماً ينضم وبيحب خيمتي يحب أن ينتظر في خيمتي وأصبح جنرال عظيم لكنه بدا فقط بان يحب بيت الله والرب قال انا لاحظت هذا لاحظ الله ايضا اليشع عندما كان يصب الماء على يدي ايليا انها الامور الصغيره الامور غير الهامه الشيء الوحيد اللي طلبه الرب يسوع من التلاميذ انهم يعملوه هو ان يدفعوا السفينه بعيدا عن الشاطئ وعملوا منصة لي علشان يعظ لأن كان في ناس كثيرة كان عاوز يقف قدامهم فأنا هستعير منكم القارب الخاص بيكم عشان أوعظ منه وكل اللي عمله هو دفع القارب بعيدا في المية علشان يمكن يسوع من الوقوف والوعظ قال الرب أنا لاحظت هذه الأمور الصغيرة أن تعد المسرح للمعجزة أفتكر لما دخل المسيح بيت ييروس وكانت بنته ميتة يقول الكتاب أن الرب يسوع قال لتسعة من التلاميذ أن ينتظروا في الخارج قال للناس كلها خليكم انتوا برا خالص وبص على تسعة من تلاميذه وقال لهم استنوا في الصالة وأخذ ثلاثة من تلاميذه ودخل الغرفة معهم اللي عايزك تفهمه هو أن الله يلاحظ اللي انت بتعمله لما يكون عايزك تستنى في الصاله بره بينما هو يعمل خدمه كبيره في حياه الاخرين وفي احلام الاخرين وفي رؤى الاخرين لكن كان لازم ما يتزمروش لانه الله كان عنده خطه عظيمه في حياه التسعه دول خلينا كلنا نقول امين لكن كان عليهم أن يكون قلبهم شاكر وهم واقفين في الصالة، حتى وإن كان الله بيعمل حاجة عظيمة مع التلاميذ الآخرين في الغرفة، وحتى وإن كانوا هم مش قادرين يدخلوا، كان عليهم ينتظروا في الخارج. أحياناً يجعلك الله تنتظر علشان يغير من اتجاه قلبك. هو يلاحظ الأمور الصغيرة. مش سهل إنك تفضل منتظر بره، لما يكون يسوع المسيح بيعمل أعمال عظيمة خلف الجدار لكن حافظ على اتجاه قلبك الامور الصغيره الامور الصغيره الامور الصغيره ممكن تشتت انتباهنا انتظر في الخارج قوه الانتظار في الخارج باتجاه قلب جيد ده مهم جدا حتى يقول الله انه حان دورك قوة دفع القارب وتوفير منصة لشخص آخر يبدو انه شيء صغير وهم بيقوموا الآخرين بالأمور الكبيرة. لكن كان في حد لازم يزق القارب. الله يلاحظ الأمور الصغيرة. This program has been sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. We hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin and thank you for your continued support of this ministry. Your prayers and financial support make these programs possible. For more information about this message and other ministry resources, visit us online at jensenfranklin.tv.